مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اتمنى منكم الصلاه على الحبيب محمد افضل الصلاه عليه. وهيا بنا نبدا قصه. نرى بطلنا وهو نائب الفرسان، وهم باردين لنظرهم، لكن بطلنا يبتسم ويقول: نائب الفرسان ذلك اللقيط، سهدأ من نفسي اولا. قل دعني اشرح لك ما هي لورا قبل شروعنا بالتدريب. لورا شكل من اشكال المناطات الفرسان ان يستخدموها تحديدا، فاذا كانوا السحر يحزنون ما من بدويراتهم يهاجموا بها، فالفرسان يخزنوها بكافة رجال سادهم. ثم رجل لقب بسلف الاورا واسمه الامبراطور الكساندرو اكتشف ان هناك طريقة تخزين المعنى غير تخزينها بالاغراض، وكانت عن طريق تخزينها بكامل جسد واليها ستزداد قوته. تمكن فكرة لورا من افاضة المعنى خارج مع اعتياد اشخاص نشر المعنى باجسادهم، لان يمكن ان تحظى بطفرة في قوتك اذا ركزت وفضت هذه المعنى. وعلى الذكر، فليس من الضروري أن تستفيض بتاريخ المانا، لا يمكن لحد استخدام المانا هكذا إلا قلة مختارين. فما يوجد إلا شخص بين 1000 يختار طريق فارس الأورا، وواحد بين 10,000 يمكن اتخاذ درب الساحر. إذا فهم جزء سيكون من معرفة مدى انسجامك مع المانا. يجب أن تكون قادر على استشعار المعنى كحددنا تعتبر فارسة أورا. فشل معظم المتواجدين بهذا، رغم أن استشعار المعنى يتطلب مني نصف عام من التدريب، لا نقصد أشخاص يتطلب منهم عام أو ما يزيد إذا لا تفاجأ بما أنت مبدر فيه. فهذا سيعتمد على مواهبك الفطرية. نبدأ بمحاولة استشعار المعنى، ولا يمكنك تشرح لي كيف شرعت بالأمر؟ بالطبع رومان ديميتري لابدنا فخور للغاية بعدما تغلب عليه بالنزال. لا يمكن الأمر بالسهولة التي تحسبها. للأسف هناك اختلاف كبير بين موهبة السيف والمانا. سترى ما هي الأمور عندما تجابها طرق القوة. كانت مقدمة هذا التدريب خاطئة، فأنا مدرك كيفية استشعار المانا سلفا، وبفضل السحر الشيطان السماوي تمكنت من تخزين المانا ولو بكم صغير. لكن اتبع تعليمات الاقدمين سيكون طريقة مختصرة للحضيض. حتى لو لم استوعب ما يقومون بالاشياء بهذه الطريقة، فعلا تعلم اصلها اولا. ركز على تناغم تنفسك ووعيك. يجب ان تستشعر كل ما يلامس جسدك، وستستطيع أن تسخر المانا عندما تعتاد على استعمالها. حاول أن تركز المانا بأرجاء جسدك في نقطة واحدة، وهذا كيفية تسخير المانا. ستعتبر فارس أورا ذا نجمة واحدة حينما تسخر المانا. ثم أشكال عديدة تسخير المانا، فيمكن تسخرها بنصدك لتزيد قوته أو بجسدك. ونرى بطلنا وهو استشعر المانا وهو بعد يشرح. ستحظى بعدها بوقت قصير منها القوة، بس لكنه ينظر وينصدم انه استشعرها في ثانية لا بدقيقة، ويقول: محال انه يسخر المانا. لكن بطلنا بعد انتم بطل القصة ويعرف كيف. كما ظننت طريقة تسخيرهم للكي بلا فائدة. يزيد الكي بعالم مريم الشواب داخل الجسد حتى يسمح بتخزين الكي محلها، لكن الأمر ليس سيئان بهذا العالم. فهم يجمعون المانا أملين أن تنتشبف ذاتها داخل الجسد، لكن هذه ليست بقاعدة مأمورة. الكيب على المريم مقحل بدا ندرسه، لكنه شديد في قوته. أما هذا العالم مليء به لكن ليس مساوي له بالقوة، ما يدل أن تفاض المانا خارج الجسد. إذا ميزت بينهم، فأسلوب تسخيرهم للمانا مشابه للفنون الموريم الخارجية. تستخدم الفنون الخارجية لتدريب الجسد وتقويته، لكن تستخدم هذه الفنون لتحسين القوة البدنية فحسب وليس المانا. بالإضافة، إذا كانت وظافتهم للمانا عاملة في انحدار قدرة أسلوبهم أيضا. إن استخدمت ذلك الأسلوب فلن أصل للقمر العالم ولو بعد مئات السنين. ماذا؟ كيف فعلتها؟ أسخرت لورا توه؟ ينبغي أن يكون الأمر واضح على شخص مثلك. هذا سبب سؤالي. اتخذ مني الأمر سنوات عديدة تصغير لورا فحسب.
قل لي الحقيقة، غير انك تنضع بثنائي مدعي الجهل. اجل كل شي منطقي الان، كانت خسارتي امامك غريبة كفاية. ولو كنت لديك مثل هذه القوة الزعامة فلم، لقد اسأت الفهم. ولو يمكن ما قد واقعية، فكيف سيفسر هذا؟ تدربت 10 سنوات حتى امس فارس صورة ذا نجمتين. ها، ويبتسم بطلنا ويقول لما تضحك انت؟ لا وجود لإجابة مثالية، فحتى الأساليب التي قررت تتبعها كانت ناتجة عن قلق أسلاف ورثتهم. ذلك القلق أصل من متاعب بالحياة. ستجابه المشاكل والمعضلات عندما تواجه الإخفاقات، وحينها ستضطر للتعامل مع تعب الآخرين ومحارب اليأس الذي يحيط بك. لكن حتى ولو كان الأمر هكذا، فالتغيير ضروري. كما تجاهلت تعليمات والدي ومضيت سبيل نفسي، دعني أنهي التدريب هنا. إذا، وينظر لي بطل النبي بنظرة برودة ويقول لا، أخبرني أرجوك، ماذا ينبغي أن أفعل من الآن فصاعدا؟ وينذكر بطلنا الذكريات كيف يقاتل وخسر أمامه. قل لا، تستكمل ثارك. كلا، أنا أقر بهزيمتي. ستتبع ضعف الدماء الشيطان باك جونغ هيوك من ضعف الشيطان السماوي. تمهل، هذه أول مرة أرى بها شخص بمثل قوتك. ماذا علي أن أفعل حتى أصبح قوية مثلك؟ قررت أن أكرس هذا الجسد لك زي الصفات كذا. أنا إذا أمسيت قوية، إذا أخبرني ماذا ينبغي أن أفعل الآن فصاعدة. نرجع للوقت الحاضر، ويقل بطلنا تخلى عن فخره في سبيل القوة مثير للاهتمام. شيطان الدماء كان شخص مميز من الماضي، والذي جمع شمل طائف الشيطان الدماء تحت راية رجل واحد. كان فرد له بالغ التأثير على المريم كافة، وبالتالي كان لابد من صدام مع بايك جون جيوك التهديد المسيطر المريم أجمع. وكانت نتيجة المعركة خسارته وفوز بايك جون. ولكن الطفل انذاك قرر تحمل الخزي والعار حتى يتعلم. قدرت على التخلي عن فخره وفي سبيل الغدو قوية. هذه الفتوى انه يشبه شيطان الدماء. يا للإثارة. تسألني عن طريق الغدوة قوية؟ لا يمكنني إخبارك شيء من هذا القبيل. ماذا تريد مني أن أصنع؟ لقد أخبرتك فقط، لا تتبع أساليبي التي تعلمتها طوال حياتك كالأعمى. فلو أعطيتك جواب فيما الاختلاف بينها وبين اختيارات حياتك التي اخترتها حتى الآن، ولكن إذا كنت تريد البحث عن جواب من الصنع يديك، فاتبعني وتعلم ما أفعل وينصدم. سأذهب لأرض المعركة بعد انقضاء 6 أشهر. شاهد كيف أغدو قوية بعد هزيمتي الشتاء الأعداء، وراقب عن كثب الطرق العديدة التي أستخدم لهزيمة خصومي. ولو كانت لديك القدرة على اتباعي 10 سنوات، فيمكن أن أقول بثقة عمياء أنك ستجد ذاك الجواب. ونستمر نرى الليل غد أصبح، ونرى شباك، ونراه جالس نائم بالفرسان وهو يفكر. عليكم التدريب حتى تستشعرون المعنى. أيمكنك استشعار المعنى بعد انقضاء نصف عام حسب؟ والآن بعد تسخير الأورا تعني هالة، فقد أصبحت فارس ذا نجمة واحدة. يا لك من نابغة. مبارك لك يا كريس، أنت الآن فارس على ذو نجمتين. لا أنكر أهمية تدربك البالغ طوال 10 سنين، ولكن ما يضحكني أنك لم تشكك في أساليبهم المرة واحدة على الأقل. ويقول سأفعل. ماذا؟ ماذا قلت يا كريس؟ سأتبع السيد الصغير إلى أرض المعركة. انصدم قائد الفرسان. أريد أن أغدو أقوى. يبدو أنه قد حضر الشماء. ويقول له نعم. ينظر إلى بعضهم. حسنا، بإمكان روي أن هناك سبب جيد قد دفعك لاتخاذ هذا القرار. أنت ليست أحد فرسان ديمتري بعد اليوم. أريد منك حماية سيد صغير بينما تصعد تحقيق ما تصبو إليه مهما حدث.
شكرا لك حسنا، انت لم تعد. ويتذكرون ذكريات كيف قاسى وهو طفل ماتت امه امام عينيه. ذلك الطفل الصغير باكى على جثة والد الهامدة في أرض المعركة. بعد الآن بفضلك فقد صرت متأكدة من أمر واحد، إذا حتى أنت رغبت في تباعه فلا يمكن دعوسي صغير بلبله. بعد الآن اتبعني، فعليك أداء نفسك من هذه اللحظة. ماذا؟ إن أردت النجاة في أرض المعركة فستحتاج سلاح سرية لك وحدك. ويفرح بالطبع يا معلمي. أنا السوق هم جالس. هل سمعت؟ نسيت صغير، ما أنت خلص من نياب الدماء. تعتقد حقا أن هذا شيء منطقي؟ فهو نبي المدلل لا يفقه شيئا. مع ذلك فأنا قلت كروية تبدو حقيقية. بربك ذلك مستحيل، لا أبدا، أنه فرسان ديمتري قد عدوا كذلك. السيد الصغير رومان قد تخلص من نياب الدماء مصدوم من العامة. كان هو من تخلص من حد فروعهم ذا، فلابد وأنهم تمكن من إبادتهم بما فرده. أفعل كل هذا لفاء بوعده؟ كلا، يستاهل ليلتنا بأمر واحد مثلي، ولكن قام عقبتنا بأمر رباط. وهو يبكي من الفرح. ماذا تفعل يا كيفن؟ عليك إنها تنظيف إن أردت العودة لمنزلك. أو حسنا. ثم نرى هو يتمشى بالشارع أو يقول أريد أن أصبح كالسيد الصغير، شخص قوي كفاية الحماية من حوله بقدر الإمكان. وهو أثناء عمله فلا زال هناك ناس مثل أيام الدماء بالخارج. أريد أن أغدو قوي لأستطيع حماية عائلتي، ولكن كيف؟ لن يتاح لي فرصة مقابل السيد الصغير ثانية. كلا، فلست محظوظ وما يكفي حدوث ذلك. لكن يا كيفن، أتت الفرصة الثانية. هو ينظر وهو مصدوم. السيد الصغير، أنا معك مثل مونده. لما أنت هنا؟ لا قبل ذلك. مصدوم، شكرا لك يا سيدي الصغير، فبفضلك قد نجت عائلتي. لا تحفل بذلك، كيف حالك؟ هسا بعد ما توقف أن يبدو ما عن التهديد، أنا استطعت إيجاد مكان عمل به، وهذا بفضل السيد هانس. لا أعلم كيف أظهر امتناني لك. إن استمعت لعرضي فسدت فكرة ما ينبغي أن تفعل. وسيلة الشكري عرضك، إن قبلت فلن تكن بحاجة لإلقائك بشأن المشاكل المالية لعائلتك، وسيكون لديك منزل دافئ وطعام جيد، ويمكنك الاستمتاع بوقت فراغك على خلاف عملك الحالي. سأجعل كل ذلك ممكنا. إذا فعليك العيش من أجلي، ما فإذا حلفت ولاك لي فسأتيح لك حياة لم تحلم بها قط. وينصدم ويتردد قليلا، لكن يفجر رأسه بالأرض. قدم حياتي لك يا سيد الصغير، إن أردتني ميت فساموت كما أمرت، وإن أخبرتني أن أقتله فسأقتلك أنا من كان. طالما تعدني أنك ستحمي عائلتي فحياتي في يديك. والدماء تنزف من رأسه خطية لقد أشفقت عليه. طالما أنك تعدني أنك ستحمي عائلتي فحياتي في يديك. إنه يبرهن على ولاه بدمه، بذكرنا هذا الفتى بالحصان المجنون. بأمر واحد مني فسيذهب بمقاتلة. مات من الخصوم دون أن يابه حياته. الحصان المجنون وهو كان أحد الشياطين، يعني نائبه أو شيئا من هذا جنوده. ولن يتراجع حتى ينهي المهم. ذاك الفرسان الفارس المجنون، وبسبب كريسة الذي يشبه شيطان دماء، أظن أن كيف جعلني أفكر فيه أيضا. هم نفس الشعار ونفس النظرة. هذا جدير بوقتي. حسنا، من الآن فصاعدا أنت ملكي. انتقل إلى القصر. حسنا يا هانس، سأترك كيف أنت تحت رعايتك. تأكد من اعتياده على العيش هنا. هو يقول لا علم، سأتأكد من زيارته قريبة يا كيفن. لذا اهتم بنفسك. حسنا، وشكرا لك يا سيد الصغير على كل ما فعلته من أجلي. سأذهب لمكتبتي، من يحتاجني فليأتي هنا. حسنا يا سيد الصغير، أتريدني أن أعرفك على المكان؟ هل هذا ممكن؟ قل له حسنا، ويأخذ إلى المكتبة. لكن نجد بطلنا سيفول هذا، نستخدم هذا بدلا من أورا.
درب سيافي الهالة، إن أردت أن تصبح سيافالة فعليك أول تصغير الهالة وتك على مبلغك فارس هالة بنجمة واحدة، ولكي تصبح فارس ذا نجمتين فعليك قطع صلب بهالتك، فشد وقوة الهالة هي ما تحدد مرتبتك. وعند بلوغك النجمة الثالثة فقد تخطيت حدود البشر العاديين وستتلقى معاملة مميزة وعلى مستوى المملكة. فارس ذو 6 نجوم موجودون حقا بداخل قارة السمندر، ولكن لا توجد أي أخبار عن أي أحد ذي 7 نجوم. حتى بداخل أعلى مصنفين 10,000 فرسان فليس جميعهم ذوي 6 نجوم. فرسان 6 نجوم وتصنيفات. بما أني اختبرت قوة فارس نجمتين مع كريس، فحتى جوناثان ذو 3 نجوم سيكون بقوة مقاتل الدرجة الثانية وحسب. وحقيقة بلغتهم 6 نجمات يعني نخطي إمكانيات البشر. يطلقون نيران من أجساد طولها 10 أمتار ولديها تأثير قوي بشكل لا يصدق. يوجد حاليا 12 فارس ذا 6 نجوم يعامل كل منهم كحكام بغض النظر عن جنسهم أو جنسيتهم. 12 نص للقارة وهكذا يطلقوا عليهم، ومن خلال ما جمعت من المعلومات فهم أقوياء بلا شك. فحقيقة وبلوغهم هذا المكان باستخدام شيء معيب يعني أنهم مهوبون لا محالة. وثم هناك السحرة كالسحرة الرئيسيين، فمن لديه 7 دوائر سحرية يدعى الساحر الرئيسي، وهم يعتبرون نصف إله ونصف بشر كواظف متحركة على وشك الانفجار. فبالتعويذة واحدة بإمكان تسوية جبال وملء السماء بالغمام. وعندما قاتلتهم مميزة الأعداد فإنهم أخطر من فرسان ذي 6 نجوم. السحر مهارات تتواجد بالموريم. لدي الآن فكرة جيدة عما سأفعل الآن. لا أعلم متى سأواجه تلك المخلوقات، وحتى إن كان اتخذ العجوز ديمتري أي خطر أم مستبعد، فما يجعل الأمر الخطير هو عدم تمكن معرفة ما أنا بصدده. ومع ذلك فلم يكن قط ممن يمكث بمكان واحد راضية بحياته مثل الآخرين. أحتاج إلى اكتساب الخبرة وعيش حياة أكون راضية عنها. سيكون هذا مثيرا، فلما لا بد بالاستعداد الآن. ولكن ونرى باب ويفتح. ها قد وصلنا سيدي، فإن كان يستخدم هذا المكان وقد كان ورشة عمل يستعملها البارون وقد منع الغرباء من الدخول، حتى الهواء لا يمكنه العبور. سيكون هذا مكان مثالي للتدرب. سأقضي الأسبوع القادم في التدرب هنا يا هانس، ولن أحتاج إلى طعام أو أي شيء، لكن لا تدع أحد يأتي هنا. فلتعلم أنها إن لم تكن في مواجهة خطر جسيم فغير مسموح لحد بإزعاجي. سمع وطاع يا سيد الصغير. وهو يخرج ويغلق الباب ونرى بطنه وهو راح يجلس وينظر للقش. يبدو أنها اسم من وضع هذا هنا. على الرغم من تقديره التفكير براحتي، ولكن سيجعل هذا تدفق شي هائجة. فنراها ينظف القش ويقعد على الأرضية. لا يوجد لدي لا كمية ضئيلة من المعنى حتى الآن، ولكي أستخدم مهارات الشيطان السماوي بإتقان تام فعلي البداية بالمرحلة الأولى. المرحلة الأولى للشيطان السماوي الطور البشري، ثم تخرج من الهالة. نرى على إزالة كل الشوائب موجودة بجسدي، وهو نرى تصبب دماء وتخرج منه الشوائب من أذنيه وعينيه حتى أنفه. المعنى التي كان من المفترض أن تدور بجميع أنحاء الجسد يحتوي على هذا الجسد على شوائب أكثر من أي مراهق طبيعي ذي عمر مماثل، ولكني توقعت حدوث ذلك. سأحتاج إلى أقل قدر من المال الزائم للدخول للمرحلة الأولى بسبب أن الشوائب الداخلة بسبب المخدرات وهذا التي تعاطى منها. أحتاج إلى استعادة قواي. بما أني قد قررت أعيش حياتي هنا فلابد من امتلاك قوة تكفي الحماية من حولي، فدخول الطور البشري ما هو إلا بداية الطريق. بعد انقضاء أسبوع نراهم
يدخلون. تفضلوا بالجلوس الوهلة، سأحضر شاي ووجبات خفيفة. يكون هذا الملك هو الأميرة. أي في كونت لورانس ويانسا فلورا. ها في كونت ليس ملك. المهم أين رومان؟ يعتني السيد الصغير بأمر ما. إذن هو يدخل حتى لو أتيت تبدون معاد مسبق، فمن الواضح أنهم لا يرغبون بوجودنا. يبدو أن على انتظار. حسنا فتجلسي. حسنا يا فلورا. نعم يا أبي، قررت المجيء لهنا لاعتذار عما اقترفت ذلك انتباه لحديثك. مفهوم. هل أعلنت فسخ الخطوبة بالفعل؟ حينها سمع قالت لأنه فسخ الخطوبة أردت البوح بها حول في خاطري في زيارتي الأخيرة. أردت أيضا أتبع أمرك، ولكن مهما أمانت التفكير في الأمر فلا يمكن الزواج بشخص لكن لها الاحترام. فلورا، ظننت أنك كنت فتاة حكيمة لما خلقت أنك سترتكبين هذا الحماقة. لا تفهم ما لم نمر بها داخل إقليمنا. لقد اقترضت على الواركو مبالغ طائلة من بنك الذهب. أتدركين ما دلالة ذلك؟ إلا إن ما ينقصهم الآن هو الاستعداد للحرب. كان الزواج مدبر من آل ديمتري أمر ضروري، فهم الوحدون من بإمكانهم التصدي لآل باركو. ولكنك كيف سولت لك نفسك؟ نحن آل لورانس لسنا ضعفاء أيضا. لا يزال لدينا فرصة حتى بدون آل ديمتري. إن كانت آل باركو حسب فربما، ولكن حقيقة اعتراف الحكومة المركزية بمصداقيتك المستند ولا أوامر مزورة، وحقيقة سماحهم لآل باركو بالاقتراض دون أي ضمانات، يعني أن الأمر تخطى مستوى النزاع بين عائلتين. فإن من يقرضون المال لآل باركو هم من يريدون إسقاط عائلتنا. وما أن لديهم سبب مقنع الآن فلن يتهاونوا في الكيد على عائلتنا، عرضنا وشرفنا. وحتى أنت الملقبة بزهرة آل رونانس، حتى مع علمي ظروف عائلتي وما كان يجول بخاطر والدي عند اتخاذ ذلك القرار، بالرغم من علمي كل هذا فقد قررت تجعل كل هذه الأغراض لانية. استيقظي، لم يسلم شيء، تمسكت بفخري كزهرة آل رونانس. نراه. ماذا ينبغي أن نفعل؟ متى سيخرج السيد الصغير؟ منتظرين أن يخرج. لقد بقي الفيسكونت ولانسا منتظرين منذ الصباح، وها قد غربت الشمس. بدأ عليهم استياء، ولكن السيد الصغير قد أمر لا أزوره لأي سبب. لا، ولكن يفتح الباب وينصدم. ها فرغت يا سيد الصغير. سيدي الصغير، وهو مصدوم وهو يقول سيد الصغير. أشباك وهو الدنيا العصر، ثم نرى قلاص ومتشا ونرى قاعدين على الرولانس. لقد عقدت العزم على فعل ذلك بما أنه كان خطأ فلورا، ولكي تنجو عائلتي فعل إتمام هذا الزواج. ولكن فمع ذلك هذا غير صائب. هو مصدوم لأن بعد الحق ليس عليهم. أبي، ما أنا ذاهب لأن صبره نفذ لإيجاد البارون ديمتري بنفسي. قال ديمتري، نرى أبو بطلنا وهو جالس في مكتبته. أيها البارون ديمتري، ماذا تعني بتركك ضيوفك هكذا طوال هذه الفترة؟ إن كنت ساخط علينا فكان بإمكانك أن تخبرنا بالعودة. لما كنا تخيل قطنكم آل ديمتري بهذه القسوة. ثم ينظر إليه. ما نفهم شيء. فهم مقصدك، ولكن هل حددت معاده مسبقا مقابلة لهذا البارون؟ أعلم أعلم أننا أتينا بلا سابق انذار، ولكن قد أخبرناه بالنية بزيارتنا الأسبوع الفات، ولم يكن لدينا خيار، فقد رفض طلبنا ولم يرسل لنا أي معلومة من ذلك اليوم. إن أردتم رفض زيارتنا من البداية لما كنا بهذا الاستياء. أتظن أنه كان باستطاعتي رفض زيارة في سكونت لي؟ ولكن هذا كل ما أردت تقوله. السبب زيارتك اليوم هو الإخبار أنك مستعد لاضطرارك لانتظار نصف يوم. مصدومين. يوم زارت فلورا لورانس عائلة ديمتري
فقد أخبرني رومان عن رغبته في فسخ الخطوبة، وبالرغم من تعنيفه له على ذاك القرار، فحتى طفل ذو 3 أعوام بإمكانه فهم حقيقة ما جرى. حقيقة أن فلورا لوراس كانت السبب الحقيقي من رفض الزيجة، بالرغم من أنه كان لدي بعض الشكوك لما حدث فعله، فلم أسأل لا أتأكد منه. وعندما تمعني تفكير لأسباب رومان في فعل الأشياء بتلك الطريقة، فلم يكن أمامي خيار سوى الصمت وتجاهل ما قاله كمبرر لفسخ الخطوبة. كنا ضحايا زواج غير مرغوب به، ومن أراد الزواج ولا كان أنتم يا روناس، والآن أنت يا فسكونت لورانس تظن أن غضبك مبرر لاضطرارك انتظار بعض الشيء؟ بالرغم من عدم رغبتنا لقائك في المقام الأول وجهل لك خطاياك، والآن تأتي لي شاكية خطية حزينة مصدومين، ولكن ما أبي أهدهم حيلة. منذ حوالي شهر قد بعثنا لباركو رسالة حيال عقد قرآن مدبر مع لباركو بدلا من الزواج نبع على روناس، وسيهبون لنا فرصة تكوين علاقة مع القارة المركزية وعطانا جزء من أقليم على روناس. وحتى مع كل هذا فقد رفضت، أتعلم سبب فعل ذلك يا الفيكونت؟ لما رفضت ذلك العرض؟ كان مفيد أكثر لك قبول عرضهم، كان بسيطة، السبب بسيطة، فبحوزة ديميثر السلطة والقوة، إذا اخترنا الخيار الذي أحببناه بسبب ولا علبني الأكبر آلال ديميتري بزهرة آروناس، من أجل ذلك السبب الوحيد اخترنا أن نكون في حرب ضد آل باركو، لقد أخطأنا، حرب بي أن أكون هادئ ولكني قد اخترفت ثم جسيما نتيجة غضبي، ماذا علي أن أفعل؟ زهلا روناس وابلها ديميتري، نعلم لك أنكما لم تكون أفضل زوجين مناسبين بالعالم، ولكن كان عليكم تذكر قيمة على ديميتري، فبمجرد أن اقتران اسم رومان بديميتري فقد تغيرت قيمته، وفي الواقع فأنا من بحاجة ماسة لهذا الزواج. ليس نحن بل أنتم عائلة روناس، هل أنا مخطئ؟ خطيئة مصدومة، وما هي مخطئة؟ فجأة عندما كنت صغيرة أتذكر وقتما كنت في أكاديمية، فذلك المكان حيث قرر أطفال عائلة ملكي المجيء وبناء معرفتهم وعلاقاتهم، كانت هناك عائلة صغيرة درجة الشك في صحة وجودها، عائلة موجودة بالاسم وحسب، فهي عائلة جول وطفل العائلة. في عالم مليء بأطفال يرون أنهم كنوز قد أتت إلى العالم، ولكن كان هناك استثناء وهو جول. يوم ما اقترف جول خطيئة صغيرة، والذي لم يكن أطفال العائلة مشهورة الأخرى أن يحدث لهم شيء في حال اقترفوا، ولكن كون مقترفة فقد قاموا بعمل لجنة عقاب. وبينما كان المعلمون يعنفون جول خطيئته، ظهر رجل بدأ أنه والده واعتذر، طالب منهم الغفران متوعدا بعقاب ابنه وتعليمه. وإثناء ذلك بينما كنت شاهد من الخلف خطر ببالي فكرة واحدة، ذلك محزن للغاية، كان هذا ما ظننت ذاك. وعندما فكر في الأمر الآن فإنه يبدو مضحكا لي، بصفتي رئيس عائلة روناس وليس لدي ما يمكن قوله، من كان مشفق على من؟ لقد اقترفت ابنتي ثم عظيمة. كانت عائلة جول ضعيفة انذاك، وينطبق الأمر على روناس الآن، حر بي الاعتذار في المقام الأول، أما أن تغفر لي جهلي وتتفهم موقفي، إن عالم يركع فيه الضعيف للقوي. أني آسفة أيها البارون ديميتري يا مولاي، وأنني ماذا؟ لقد أتى السيد الصغير رومان وكل المصدومين، لقد أتركت الحقيقة متأخرا، وهو دخول كم هو سين بطلنا في شكله الجديد. وهي تقدم، قدمت لراك يا أبي، هل انهيت تدريبك؟ نعم مصدومين، حسنا بإمكاننا التحدث عما حدث لك في وقت لاحق. قد أتت على روناس للتحدث عن الزواج مدبر، وبما أنك كنت من بدأ هذا في المقام الأول سأفعل ما تريده كوالدك ورئيس للعائلة. أنا متفاهم لما تحاول قوله وأدرك ما سيقول لاتحاد العائلتين،
ففي موقف تهديد فيه عائلة باكو على روناس، سيساعد نفوذ على 100 ري على من عائلة روناس، وكنت تريد الزواج أن يكمل بالرغم من عمك ذلك. ظنيت إن ذاك أن هناك فائدة اتخذ هذا القرار، ولكن ذاك اليوم عندما قابلتها وبدت رغبتها في إبغاء الزيجة فقد تغيرت أفكاري أيضا. لابد وأنها سمعت شائعات عن أحمق ديمتي، فقررت لا تتزوج من شخص كهذا مطلقا، وهكذا فقد حددت الشائعات النتيجة النهائية. لا يمكن في يرى الأخوون أحمق آل ديمتري، فقد كنت أمل أن أعيش حياتي مع شخص يحكم علي بناء على ما قد رآه بنفسه. لذا وهم خطية مش نشفق عليهم، فأريد لا يطرأ أي تغيير، ولهذا الزواج أن يلغى. أريد لا يطرأ أي تغيير، ولذا هذا الزواج أن ينتهي. والجميع مصدومين من كلامه. انتهى الأمر، كان الزواج ملجأنا الأخير، ونظر الفشل فلن توجد على أخرى تريد عقد الزواج معنا. إذا فعل عائلته هل هذه المعضلة بنفسها؟ لا، في حال تعاون ديمتري مع باركو فحينها لن نتمكن حتى من تفكير في القتال. ليتني أتمكن من منع ذلك. ما حدث كان خطأنا بالكامل. لن أفرض الضرائب على أي تاجر من ديمتري ومرا عبر إقليمنا. أعلم أن ذلك المال ليس بالأمر الجلل بالنسبة لثوري مثلك، ولكن ذلك اعتذار صادق رغبة إصلاح أي خلاف بيننا. لا داعي لذلك، نحن آل ديمتري نبنى علاقاتنا بناء على مصالح شخصية. أعلن آل فلورا روناس قد فسخت الزواج لأسباب خاصة، وبالتالي فلن تحاول باركو طلب التحاد مع ديمتري. شكرا لك، نحن بصدق شاكرين لكم. ثم يخرجون من الباب وينظر للخلف. ماذا يتذكر؟ برومان ديمتري، كم هو مختلف هذا رومان الحمق حقه. أنا لم تقم قيمتك الحقيقية، لكن سأكون أكثر حصة في تحذير فلورا من أن يتخذ أي قرار طائش. أخطأت أنا أيضا. وهو يخرج من الباب وينظر إلى ويقول لبني، نعم أبي، أخبرنا ما جرى لك أثناء تدريبك. هلا ديمتري، المدة أسبوع كنت داخل الكوخ وأزلت الشواب من جسدي واخترقت إلى مرحلة الوجود، وترعد مرحلة الوجود هي الأساس البدء في استخدام مهارات الشيطان السماوي بالرغم من كون الأمر عادية في المورين، لأن صعب للغاية نتيجة تواجد كمية ضئيلة من المانا. كما أن الشوائب في جسد رومان كانت كثيرة للغاية، ولكن فحتى أعداد الأساس كان له تأثير ملحوظ. التغيير في مظهري دليل على اختلافي تماما عما كنت من قبل، ولصعوبة تفسير الأمر أثناء تدريبي جاني التنوير. لا أستطيع التذكر جيدا، ولكن يبدو أن المانا بدأت في السريان بجسدي. أقل السريان المانا هي ظاهرة تدور فيها المانا عبر الجسد تحسين قدراته. يفترض أن تكون شيئا نادرا يحدث القلة من الناس. لا نرى أن رومان الأحمق ديمتري ينجز هذه الأمور الهائلة بما فيها القضاء على نياب الدماء. لقد بدأ بالنمو بشكل لا يمكن تصوره، ولكن هذا لا يغير كونه ابني. عليك بتذكر ما سأقول يا بني، بصفة والدك فلن نغض الطرف أو أدير ظهري لك في متى ما احتجتني. لذلك لا تنسى حقيقة أن اسمك رومان ديمتري وأنا روميو ريو ديمتري. سأكون دوما سند لك. ويتفاجأ بطلنا، لم يتوقع، يتذكر ذكرياته لأبيه وهو يتعذب من التمرين، وكيف طفل مثيرا للشفقة يقول له إن أبا ليس قاسي ولا بارد ولا يقود ابنه إلى الهلاك. هكذا يكون الأب. شكرا لك يا أبي. وهو يبتسم له حقه بالجيد، ثم يفتح الباب ويخرج. ثم تلتقي به فلورا وتقول له أنا أسف للغاية، تسرّي في الحكم عليك ولاتخاذ قرار هام على بناء أهوائي الخاصة. لست بحاجة للاعتذار، لم أكن أنوي إكمال الزواج في المقام الأول.
أتفهم سبب غضبك فعلا، رغم من كونه زواج مدبر خارج إرادتنا، فقط قمت ببطال الوعد دون استشارتك، ولكن أردت أن أقول هذا لك بينما تواتيني الفرصة. كان هناك سبب وراء قرار الانفصال ذلك. في الحفل اجتماع النبلاء المنطقة الشمالية الشرقية حدث شيء هناك، وهو انتشار خبر زواجي من آل ديميتري، وساء الشائعات أكثر من المعهود أن رومان ديميتري قالين أنه أنك تتعاطى المخدرات والتي تذهب العقل والمعرفة. إذا فعلا أنا أخبرك الآن، بالرغم من علمي الآن إنها شائعات كاذبة، ولكن إن ذاك لم أعلم ذلك، وبغض النظر عن ما حدث فإن علاقتنا لن تعود. لذلك لا تحفلي بي بعد الآن، تحفلي تحف المهم وهي مصدومة وهي غطية نشفق عليها. ثم أنا أجلس بطلاً والقادم ويقول تعاطي المخدرات، لا أستشعر أي مخدر بداخل جسمي طبعا، لأنك استخرجت الشوائب والمخدرات بالرغم من وجود علامات استخدام الدواء لحظة انتحاري، فقد غادر جسدي بعد انتهائي من التدريب. هانس، نعم يا سيد الصغير، أريتني من قبل أتعاطى المخدرات أو كنت في موضع حيث ظننت أني أتعاطى جراح وينصدم؟ ماذا؟ لا، أني اختبرك أو مازحك، إنما حاولت تأمل في اختيارات حياتي التي صنعتها. طبق الرؤية للآخرين لها لا من منظوري إن كان هذا ما تريده. حسنا، لم أراك تتعاطى بعينه، ولكن ثم وقت كان السيد الشاب يتصرف بغرابة، متى كان ذلك؟ منذ أسبوعين تقريبا ذهب سيد الشاب إلى الحفلة الاجتماعية، لم يكن هذا في حد ذاته الغريب، ولكن بين عودتك إلى المنزل فقد كنت في حالة غريبة. مصدوم للغاية، ما هذه فعلة؟ بعدها مباشرة بدأ كما لو فقدت رغبتك في الحياة ومكثت بغرفتك، وقد أمرت بجلب كميات كبيرة من الكحول كل ليلة. ذلك سبب ظني أنك قد حصلت على نوع من مخدرات في تلك الحفلة، ظننتك كنت تتعاطى، ولكن بعد ما رأيت منك هذه الأيام في الغبائي في الحفل الاجتماعي النبلاء المنطقة الشمالية الشرقية. من كان مضيف الحفل؟ الابن الأكبر لال باركو، أنتوني باركو. ذهب رومان مهد الأروناس صحراء الأروناس لحفل مضيفة من آل باركو، من ثم واجهت تغييرات في حالته العقلية فقرر الانتحار. أعتقد أني فهمت ما حدث. وتكون ذلك. هذه نهاية قصتنا، أمل يعجبك المقطع وتضعون لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وشكرا لكم جزيل الشكر.